وللحديث أكثر حول أعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي تنضم إلينا من مقر الحدث مراسلة الأخبارية دانا بشيتي. أهلا بك دانا، وأود بداية أسألك بالنسبة ليوم القمة في يومها الثاني عن أبرز الحضور، الجهات المشاركة، الأجندة اليوم المطروحة، وكذلك بالنسبة عن أبرز الحضور اللي كان متوقع أنه أكثر من 140 دولة حول العالم. نعم، مرحبا بك الزميل سلمان. نعم، لليوم الثاني على التوالي ما زلنا مستمرين في تغطية القمة العالمية تحت شعار استشراف حكومات المستقبل هنا في إمارة دبي، تحديدا في مدينة الجميرة، حيث يتواجد أكثر من 16 منظمة دولية من وفود ومن 140 دولة. وللحديث أكثر عن هذه القمة وماذا سوف تتضمن القمة، ينضم إلينا الدكتور معالي الدكتور مشبب القحطاني. دكتور معالي، نرحب بك بداية لتحدثنا عن أهمية هذه القمة للحكومات التي اليوم تحتويها دولة الإمارات العربية المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً أختي الكريمة وشكراً للإخبارية. القمة كما لمستوها يعني معنية بقراءة الحاضر ومعطيات الحاضر بغرض استشراف المستقبل وماذا يمكن أن يكون عليه هذا المستقبل وما التحديات اللي ممكن نواجهها في المستقبل كحكومات وكيف نتعاطى مع هذه التحديات. الفكرة بحد ذاتها يعني جميلة وشاملة، يعني ليست معنية بملف اقتصادي فقط، هي يعني تغطي جوانب كثيرة، جوانب اجتماعية وجوانب اقتصادية وجوانب لها علاقة بالصحة العامة وبالتعليم والتقنية بشكل كبير. هذا الزخم وهذا التواجد لنخب كبيرة على مستوى العالم في هذا المكان من أجل استقراء المستقبل يعني شيء جميل ومحفز للمسؤول الحكومي بأنه يكون جاهز وعلى أهبة الاستعداد، عنده يعني قراءة نوعية من خبراء على مستوى العالم عما يمكن أن يحدث في المستقبل. نحن يعني في المملكة يعني منذ إطلاق رؤية 2030 واحنا على هذا الخطى يعني سائرون بصدد صناعة المستقبل والتحكم فيه اكثر من انه مسايرة احداث المستقبل والتغييرات اللي ممكن تصير في المستقبل ومحاولة التكيف معها. وجود الرؤية وبرامجها وبرامج التحول يعني هي ضامن كبير إلى أنه حكومة المملكة العربية السعودية معنية بالمستقبل بشكل كبير وأخذت زمام مبادرة وطنية شاملة على مدى سنوات من أجل التأثير في هذا المستقبل. دكتور، تأثير مثل هذه القمة على المملكة العربية السعودية، يعني هل هناك إن شاء الله رؤية ل 2030 سوف نرى مثل وأقوى هذه القمم؟ إذا كنت سؤالك إنه رؤية 2030 لمن اطلع عليها هي شاملة، يعني تغطي جوانب اقتصادية واجتماعية وكل الجهات الحكومية يعني لها إسهام فيها، بل حتى القطاع الخاص والقطاع الثاني. لكن اللي أحب أقوله إنه اللي نشوفه اليوم وما يتحدثون عنه إنه ممكن يحدث في المستقبل من تغييرات أو تحديات، الحمد لله إنه بوجود الرؤية وبرامجها نحن يعني في خانة الأمان بإذن الله أنه هالتأثيرات راح تكون أو التغييرات لصالح
البلد في ظل وجود الرؤية والحفاظ على تنفيذها، و يعني بذل كل الجهود من أجل أنها تتحول إلى أرض الواقع، راح نكون إن شاء الله بإذن الله آمنين في المستقبل إن شاء الله. الإمارات الشقيقة دائما تجمع دول العرب، كلمة لهذا البلد الحبيب، البلد الذي دائما بين الإمارات والسعودية علاقة يعني وطيدة وأخوية. بالتأكيد نحن أهل البلدين والعلاقات على مستوى الرسمي والشعبي وحتى التجاري في أقوى وأمتن أوقاتها. نشكرهم من الأعماق على إيجاد مثل هذه القمة وجعلها قمة دورية وجلب كل العقول تحت سقف واحد، وأعتقد أنها يعني منحونا هنا في المنطقة فرصة للتواصل مع الخبراء والمفكرين في جوانب عديدة. شكرا دكتور لك. والآن هذا ما زالت القمة ومجريات القمة مستمرة، وسنوافيكم بكل ما هو جديد. نعود للاستوديو. نعم دانا بجريتي موفدة الإخبارية إلى مقر القمة العالمية للحكومات، كنت معنا في دبي، شكرا جزيلا لك.